عليكم. انا سميتي الطاهر حوريه، ساكنه في مدينه بركان. الرجل ديالي مريض ما كيسمعش حتى هو، كيعاني بالاعاقه تاع الودنين، مريض حتى هو كياكل الدواء. وعندي حتى انايا واحد جوج وليدات، وهذا غير ربيتو غير تبنيتو. النهار الاول جبتو لي مو كانت ولداتو صغير، كانت عنده واحد الشهرين ولا صافي. ملي ربيتو ما قدرتش نفرط فيه، صافي بقى معايا، بقى معايا دابا راه 3 سنين. دركي حنا ما فحالنا والو، ما قديناهوش مسكين، وما قدرتش نعطيه لشي واحد، يعني صافي عليه الكبده. وراكم شفتوا هاد الكنينه اللي راها في يدي، هذيك مركاها له الطبيب كيرقد بها. ودركي من كبر شويه ما كترقدوش، ما كتنعسوش، يعني كبر مسكين ما كيرقدش ليل ونهار كيبكي. راكم تسمعوا الصوت ديالو كيبكي ليل ونهار، يعني انا دائما راني الليل 12 تاع الليل وحده ديالي دايره في حجري وقاعده به. ودرك مسكين كياكل الماكله ما كيرضع غير في البيبرو، الا درت له الصوبه بس لا يرميها لي ما ياكلهاش. الصوبه تكون بنينه وحنا ما عندناش. ومرات نجيب له دانون ولا رايبي، مره المهم كل مره واش ياكل غير في البيبرو، ما ياكلش الماكله بمعلقه ولا. ودرك نطلب بالمحسنين واللي قلوبهم رحيمه يشوفوا بحالة هاد الولد مسكين، فيه هو يشوفوا فيه صابي مسكين ومريض وكلشي. الا بغاو يعاونوه غادي نعطيكم التليفون ديالي واتصلوا بيا. وجزاكم الله كل خير، شكرا بزاف الى عاونتوا هاد الصبي، شكرا وربي هو يجازيكم.